مساكم الله بالخير وجمعتكم مباركة، وأسأل الله تعالى يتقبل من الجميع في هذه الجمعة الجميلة حقيقة، وتعتبر آخر جمعة في عام 1436. جمعة أخيرة ونهاية عام، يجب فعلا أن نقف وقفة تأمل لما مضى ونبدأ نخطط للمستقبل صناعة الأهداف كما وعدتكم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، عندما تتكلم عن صناعة الأهداف فأنت تتحدث حقيقة عن مستقبلك أنت وحدك، أنت المسؤول عن تنفيذ هذا. طيب إذا أمننا نحن بأننا نحن المسؤولين الأول والأخير عن أهدافنا وصناعتها، يجب أن نتعلم كيف نصنع الأهداف باحترافية. وصناعة الأهداف هو ينبثق أصلا من قدراتك وطاقاتك وإمكانياتك اللي أنت تمتلكها والحالة التي أنت فيها الآن وتحليلها ومستقبلها. الهدف الرئيسي قبل صناعة الأهداف هو تحليل الواقع الحالي وتأمل الواقع المستقبلي وماذا تريد أن تكون في المستقبل. الموضوع هذا كبير جدا ويحتاج إلى وقت طويل لشرحه، لكن أريد فقط أن نضع أهداف مرحلية نشعر بلذتها، لأن تطبيقها وإنجازها سيساعدك على النجاح في حياتك. عام 1437 فرصة حقيقة للاستثمار والاستمتاع بتحقيق أهدافك في الحياة. 1437 أنجز فيها 5 أهداف. هذه 5 منبثقة من ضرورياتنا 5: حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ النفس وحفظ العرض وحفظ المال. 5 ركزوا عليها وأبشروا بها. لتعرف حجم المعاناة التي تعانيها الآن، تأمل ذاتك عام 1436، ماذا قدمت لدينك وعقلك وصحتك ونفسك ومالك؟ الشخص الذكي عندما يتأمل سيشعر فعلا بأنه وقع في خطأ كبير، وأن 12 شهر من حياتي إن لم تكن سنوات طوال ما استفد منها. باختصار، ضع لك هدف ديني، احفظ القرآن الكريم، اقرأ في كتب الفقهية معينة، تعلم بعض الأشياء الجديدة في دينك. ضع لك هدف عقلي، اقرأ مجموعة من الكتب المتخصصة جدا في مجال معين، نم عقلك في نواحي محددة كالجوانب الاجتماعية في حياتك. احضر دورات تدريبية، كون أيضا مجموعة من المبادرات لبناء العقل وحفظه، حاول أن تكون بالقرب من المؤتمرات الجيدة. ضع لك هدف أيضا مالي، قل السنة الجاية 1437 يجب أن أدخر مبلغ وقدره كذا، يجب أن أستثمر في مبلغ وقدره كذا السنة الجاية. ضع لك هدف اجتماعي، أن تقدم مثلا في عائلتك مجموعة من المبادرات الاجتماعية الجيدة، أن تزور مجموعة من أقاربك القريبين والبعيدين عنك مثلا. وضع لك هدف صحي، قل والله السنة الجاية يجب أني أركز مثلا على الغذاء الصحي مثلا، أو الغذاء الجيد، أو مثلا أنقص وزني كل هذا الكلام لن يكون له أثر إلا إذا كتبته بطريقة ذكية، وهي يسمونها الأهداف الذكية، التي فعلا ستستطيع أن تنجح من خلالها. الأهداف الذكية سهلة أيضا، 5 عناصر تساعدك على صناعتها، نسميها Smart Goals، الأهداف الذكية. طبعا Smart معناها Specific, Measurable, Achievable, Realistic و Time Bound، معناها كل واحدة لها عنوان سأشرح لكم بعد شوي. يجب أن يكون هدفك محدد، قابل للقياس، قابل للإنجاز، واقعي ومرتبط، وأخيرا محدد بزمن. أعطيكم مثال مالي، هدفي المالي أن أدخر مبلغ 120,000 ريال خلال عام 1437. لاحظوا الهدف دقيق محدد، 120,000 قابل للقياس، نعم أن كل شهر 10,000 ريال، قابل للإنجاز، نعم وفق الإمكانيات وقدراتي، ومحدد بزمن. هدف مثلا صحي، أن أنقص من وزني 12 كيلو خلال 6 أشهر، واضح. أن أقرأ 12 كتاب خلال عام 1437، أن أحفظ 6 أجزاء من القرآن في عام 1437. طبعا مثل ما قلت لكم، إذا استطعتم أن تكتبون هذه الأهداف على ورقة، اجلسوا مع الناس اللي حولكم وشاركوهم أهدافكم لتنجحوا. وقبل ما أختم، أتمنى لكم التوفيق فعليا والجدية في تنفيذ هذه الأهداف، ولا تقلقون عندما لا تصلون إلى أهدافكم 100%، فتحقيقكم 60% يعتبر نجاح. أسأل سبحانه وتعالى لكم التوفيق في حلكم وتحالكم، وأسأل سبحانه وتعالى لكم النجاح في هذه الدنيا والآخرة كذلك. إذا أعجبتكم هذه السنابات انشروها.